اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم، أسعد بصحبتكم الجديد، برنامجكم الأسبوعي الملف الأحمر على قناتكم خليجية وأيضا عبر أثير روتانا اف ام. من جديد نناقش القضايا الساخنة ونفتح هذا الملف. قبل وقت ليس بالقصير أعلن الاتحاد السعودي استقالته، وأعلن أيضا عن إجراء انتخابات في خطوة صورها البعض بأنها تاريخية، بل ورأى البعض بأن هذا الموقف يحسب بشجاعة للرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. وأيضا رأى البعض وفي تصريح بالصحافة تابعناه بأن هذا الإجراء يعتبر نهاية للبيروقراطية كما صورها عضو من أعضاء الاتحاد السعودي المؤقت، وبداية للشفافية. هكذا صورت كل هذه الأمور. على كل حال، ما أن أعلن ذلك وسمعنا على الانتخابات المقبلة، حتى ترشح من ترشح لرئاسة الاتحاد السعودي، وطلعت أصوات وترشيحات من شخصيات في الوسط الرياضي قبل أن تعرف ما هو المطلوب، وقبل أن تتعرف على الوضع، وقبل أن تعرف ما هي الشروط، وقبل أيضا أن تعرف أن كل ذلك كان يجب أن يتم من خلال اللجنة العموم، من خلال الجمعية العمومية من المفترض أن يتم الانتخاب والترشح إليها، ومن ثم ممكن أن يشكل الاتحاد ويشكل رأس الاتحاد وكل هذه الأمور، كل ذلك قبل أن يؤخذ في الحسبان. من خلال الملف الأحمر سنفتح هذه القضية ونناقش من خلال الضيوف معكم كل ما يتعلق بهذه الانتخابات، عن الجمعية العمومية، عن التفعيل، عن الانتخابات، بالإضافة إلى ما حدث مؤخرا فيما يسمى بالاجتماع الاستشاري أو التشاوري من ضمن هذا القبيل، واللي حدث ما حدث فيه من أخذ ورد، وتابعنا من زعل بعض الأعضاء ورفضهم لكل ما تم، وكأن الأمر برمته كما وصفوه شكلي، كل شيء تم إنما هذا إجراء شكلي. على كل حال، سنناقش بوضوح كالمعتاد في هذا الملف الأحمر كل ما يتعلق بالانتخابات، موقفها القانوني، وضعها، الجمعية العمومية، كل ما يدور في فلك هذا الأمر من خلال حلقة هذا الأسبوع اللي أسعد بصحبتكم وبصحبة الأساتذة، الأستاذ محمد القدادي رئيس تحرير جريدة اتجاهات، الخبير القانوني، وأيضا المؤرخ الرياضي. سعداء بتواجدك. أهلا وسهلا، وسعيدين أكون معاكم في هذا الاستوديو مع الأخوة المشاهدين والأخوة المستمعين والضيوف الكرام طبعا. أهلا وسهلا، أيضا أسعد بصحبة الزميل الأستاذ علي حمدان اللي كان أيضا في أمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا وأمين عام نادي النصر حاليا. مساء الخير علي. مساء الخير، أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين والزملاء الموجودين، وأتمنى نوفق في تقديم حلقة ثرية إن شاء الله ومفيدة للرياضة السعودية بإذن الله تعالى. أيضا بصحبتي اليوم أسعد بصحبة الأستاذ أحمد المحيميد المستشار القانوني للحديث أيضا حول كثير من هذه الأمور المتعلقة بالانتخابات. مساء الخير. شكرا لحضورك. مساء الخير، شكرا أبو مشعل لإتاحة الفرصة. اهلا بكم وبنجوم هذا النجوم هذه الحلقه، بالاضافه الى زملائي خلف الكنترول برئاسه زميلي رئيس التحرير هذا البرنامج الزميل تركي الداجم. قبل ان انتقل الى التقرير كالمعتاد، ذكرت في المقدمه ما ذكره ايضا احد اعضاء الاتحاد السعودي المؤقت الان بهذه تعتبر خطوه تاريخيه، تعتبر شجاعه، خطوه شجاعه تحسب لرئيس العام الشباب الامين نواف، ايضا اعتراف مبطن بأنها نهاية للبيروقراطية، وكان الأمر في السابق كان يجرى بشكل بيروقراطي وبداية للشفافية، وكأن في السابق ليس في شفافية، هكذا يفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحب أستخدم ألفاظ غير هذه بصراحة. أنا أحب أقول أنه كان يدار بالطريقة شبه التقليدية. حاول الأمير نواف بن فيصل خلال العام الأخير وبالتحديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة أن يصنع خطواته ويضع لمساته الشخصية، وقد وضعها الآن ما حذكرها يمكن أثناء في سياق البرنامج. عندك محور يمكن عن أبرز إنجازات اتحاد كرة القدم قد يتاح لي الحديث عنها. عامل الوقت الحقيقة ما أسعفه في السنة
أو أقل من السنة في الفترة الأخيرة ما أسعفه أن يستكمل ما قد شرع فيه طوال هذا العام، وبالتحديد اللي وضح أكثر خلال 3 أشهر الأخيرة كما قلت لك. نعم كان يدار بطريقة شبه تقليدية بحتة. أنا أعلم واسمح لي أن أستخدم هذا المصطلح أن الأمير نواف يملك الفكر المتقدم، أنا لا دافع عنه، وأنا أكثر واحد انتقدت الأمير نواف في أكثر من برنامج، يمكن معك في واحدة من البرامج في محطة أخرى في قناة أخرى، لكن أنا أعلم ما يملك الرجل من رغبة من إمكانيات من قدرات إلى آخره، لكن في بعض الأحيان أنت لا تملك كل الخيوط في يدك. خليني هنا أستخدم مصطلح البيروقراطية اللي تفضلت فيه قبل شوية وأضع في محله الصحيح. البيروقراطية الحكومية بعض الأحيان ما تمكنه من الحركة، بعض الأحيان في كل مجال في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي يوجد شيء يسمى حارس البوابة، وهذا من أخطر المشاكل، لا يسمح لك أن ترى. أفهم أنا بما يسمى بالحرس القديم أو المصطلح؟ أنا ما أحب هذه المصطلحات بصراحة، لكن أحب المصطلحات شوية الـ أنت صورها، أنت صورها زي ما تحب، لكن هذا هو الواقع. عاد كل واحد يفهم زي ما يبغى. فأنا أقول لك حارس البوابة، هذا مصطلح إعلامي على فكرة، حارس البوابة بعض الأحيان لا يسمح لك أن ترى. خليني بما إحنا في برنامج رياضي، أنا استخدمت هذا التشبيه، وأنا أحب التشبيهات كثير، والقرآن الكريم مليء بالتشبيهات بما فيها البعوضة اللي أقل وأصغر شيء. إحنا نبغى نشبه بالأوادم، وأنت في الملعب بعض الأحيان قاعد تتفرج على مباراة جميلة وتجيك هجمة جميلة ولا أجمل منها، تتفاجأ واحد جالس قدامك مثل الجني قام منعك من أنك تشوف الكرة إلى أين متجهة وكيف جاء الهدف. ففي عوائق من هذا النوع. يظل بعد كذا عامل العاطفة عندما يدخل في قرار المسؤول، أي مسؤول، أنا ما أتحدث عن الأمير نواف، البيروقراطية الحكومية اللي أنا أضعها في الحكومية بالتحديد أكثر، عندما تكتفك لا تستطيع أن تنقل أحد، أن تفصل أحد. كان هناك في حلول أخرى الحقيقة. حارس البوابة في تقديري أنا كان يقطع ويمنع ويسد المعابر حتى لا تتدفق المياه إلى كل الأوردة. ما زال حارس العمارة هذا موجود حتى بعد مرور السنة؟ حارس البوابة موجود في كل زمان وكل مكان، لو تروح أمريكا اليوم موجود. لكن أنا أستطيع أني أقول لك حاجة، أنه الأمير نواف في هذه الساعة، شوف أنا ما أعرف الأمير نواف ولا يعرفني، لكني أتابع بالضبط ما يحدث. نعم الساحة صحيح، أستقرأ ما يحدث، وكل اللي حقوله اليوم استقراءات وملاحظات دقيقة لي. أنا أقول لك الآن الأمير نواف إلى نسبة عالية جدا تلامس نسب الانتخابات العربية 99% 9/10. أفضل وقت قد يكون قد تحرر من حارس البوابة. طيب أبرجع وحنشوف الأيام القادمة كيف سيتحول إلى طير عملاق يغرد ويزرع الأمل وترى الحصاد كيف سيحدث الآن، لأنه بأمانة اتحاد القدم والأستاذ علي اشتغل فيه ويعرف بين قوسين الإجهاد اللي فيه، ما يخلي الواحد يفكر، ما يخليه يذوق النوم، هو في وجه المدفع، عمل يومي، عمل مش بس يومي، مشاكل. طيب ليس لها نهاية. أبوقف عند هذه، أبوقف عند هذه وبشوف متى يطير هالطير الجميل، طار متى يغرد، ترى هو بدأ متى يزرع، ترى بدأ التحليق قبل أن يستقيل. طيب لكن ما أتيح الفرصة أن يستكمل. أذكر فقط بأننا نتحدث عن واقع ونشرح واقع، لا ندخل في النوايا، لا ندخل في يعني في الأشخاص، ولا ندخل في أي شيء ممكن أن يكون مع أو ضد، نحن فقط نتحدث عن واقع أمامنا، أمامك واقع، كيف تتحدث عنه، كيف تشرحه، كيف تشوف الإيجابيات والسلبيات فقط. قبل ما أدخل إلى التقرير علي، لك تعليق على يعني ما وصف بأنه انتهاء لفترة وبداية فترة، أو ما وصف بانتهاء بيروقراطية وبداية شفافية؟ أنا الحقيقة طبعا كلام أبو سطام، أبو سطام جميل صراحة وعلى قولتهم يكفي، لكن ما ودي الحقيقة أن دائما هذه يعني في يوم وليلة تحولنا من بيروقراطية ومدري إيه إلى شفافية. شفنا شفافية عشان نقول تحولنا شفافية، ما بعد شفنا شفافية، ما بعد شفناها إلى الآن يعني. فأنا ما ودي الحقيقة، أنا ما أدري العضو الحقيقي اللي قال هالكلام، بس أنا الحقيقة أستغرب إنه هس يعني في في في
في لحظة سريعة كذا تحولنا من بيروقراطية، وهو كان عضو حسب ما فهمت من كلامك أنه عضو في الاتحاد، يعني كان هو نفسه يمارس البيروقراطية أو عايش في البيروقراطية، والآن صار عنده تو ماتش تفاؤل أنه. طيب كيف تراه أنت علي؟ أرأيش كلام يعني لا كيف تصور الوضع؟ لا لا شوف لا. الواقع طال عمرك أنا أقول، يمكن كنا في الحلقة الماضية أنا أقول عشان نريح رؤوسنا ولا نجتهد ولا نطلع يمين ولا نطلع يسار، نطبق ما في هذه اللوائح. هذه لوائح محلية ولا دولية؟ دولية ومحلية. اتحاد دولي كرة القدم، احنا نتكلم الآن اتحاد القدم طبعا. طيب وإذا جيت انت فصلت الاتحاد الدولي بيعطيك مساحة للحركة، إذا جيت انت وفصلت تفصيلات على هواك ما في مشكلة، في ظل حدود معينة وفي ظل يعني أشياء معينة ما في مشكلة. طيب ماشي، فما في مشكلة إذا يعني احنا متفقين معناها. لا لا ما في مشكلة إذا كان في حدود طيب. معينة لكن ما في أشياء وبدخل في تفاصيل أكثر أثناء الحلقة. تفضل استاذ محمد. أحمد أنا أختلف مع الأستاذ علي، يمكن أختلف بعد مع أبو سطام. حقيقة الانتقال هذه الفترة النقلة هذه اللي جت ترى ما هي مفاجأة. الاتحاد الدولي ما عرفناه أمس ولا قبل أمس وجابنا قال يلا سووا انتخابات الآن وتستقيل الرئاسة، لا 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 مو صحيح. هذا موجود من عام 2005 تقريبا بدأ العمل عليه مجدول إلى قدام كان، لكن تغير كرسي الرئاسة وظهور سمو الأمير نواف في الفترة الأخيرة الوقت لم يكن كافي لإنجاز مثل هذه الأعمال في وقتها، أعلنت متأخر ولكنها ليست جديدة، هي مجدولة وهي موجودة وسواء كذا ولا كذا. وش الجدول الانتخابات؟ لا ما عندنا شيء جدول الله يسلمك. احنا عندنا باقي حسب انظمه الاتحاد باقي الاتحاد باقي الاتحاد باقي ثلاثة شهور باقي ثلاثة شهور. طيب بعد ثلاثة شهور لازم هو اختلف الان في حل الان في حل يعني استقالة جماعية، لكن هي فعلا كذا ولا كذا ثانية مجدولة انه ثلاثة شهور. موضوع الانتخاب اقر من عام 2005 لما الامير عبد الله بن عبد العزيز وافق على كان ذاك الوقت ولي عهد وافق على هذا المبدا وسمح لهم بهذا الموضوع. على سبيل المثال الآن اجتماع 22 فبراير اللي قبل استقالة الأمير نواف، معلي أجلنا فاصلك بس نقطة مهمة. لا بطلع بالفاصل بعد البرز يلا أوقف عند هذه خلاص عشان أكمل من هذه الزاوية. إذن هي مجدولة. إيه مجدولة وأنا أميل معاه إلى هذا الرأي تماما. أيوة. طيب الواقع يثبت هذا. أروح مع الزملاء في تقرير حول هذه المرحلة وحلقة اليوم ثم أعود. خرج المنتخب السعودي من سباق التأهل لتصفيات كأس العالم 2014 وجاء الخبر استقالة رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي. وأعلنت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بأن رئيس الاتحاد وأعضاءه القادمين سينتخبون، وبدأت الصحافة تتحدث بإسهاب عن الانتخابات وكل يغني على ليلاه. المهم أن أسلط الضوء على ما أريد وما لا أريد. يخشى الوسط الرياضي أن تكون هذه الانتخابات والجمعية العمومية والرئيس القادم للاتحاد أشبه برابطة الأندية وتنصيب رؤسائها، والذي بني على العلاقات الشخصية وأصحاب المال أو الشخصيات المدعومة من قبل بعض أعضاء الشرف المؤثرين دون مراعاة لكفاءاتهم. وتخشى الجماهير الرياضية أيضاً أن تتحالف بعض الأندية لتنصيب شخص معين، المهم إدارة الاتحاد وتحقيق مصالح أنديتها. دعك مما قلنا واستمع لهذا. قبل أيام ظهر على السطح الاجتماع التشاوري الأول لإعداد لائحة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي حضره 15 عضواً من أصل 50، حضور قليل من أصل كثير. أين البقية؟ لماذا تم توجيه الدعوات قبل الاجتماع ب48 ساعة فقط؟ وكما قيل ونشر أيضا، حدثت في ذلك الاجتماع نقاشات حادة أدت إلى إبعاد الإعلاميين وخروج بعض الأعضاء منه غاضبين قبل نهايته، ولسان حالهم يقول أنا لا أرى لا أسمع ولا أتكلم. على ماذا يدل هذا؟ عدم الاتفاق، اختلافات، جدال، عدم الوصول لنقطة التقاء. هنا ينتابك شعور بأن مستقبل الاتحاد والانتخابات سيكون محل شكوك. ننتظر ماذا ستخبئ لنا الأيام المقبلة.
بدأ بتساؤل وانتهى بتساؤل تقرير الحلقة حول كثير متعلقة بالانتخابات، حتى لماذا ولماذا، لماذا الحضور، لماذا الدعوات قبل 48 ساعة، لماذا 15 من 50، كل هذه الأمور من تساؤلات أطرحها أيضا أمامكم في سياق حديثكم عن حلقة اليوم. تفضل أستاذ محمد وبعدين أسمع تعليقك أستاذ علي. كنا بنحكي قبل الفاصل في موضوع الشفافية وما شفافية اللي ذكرتها أنت في حديثك. أنا أقول في شفافية لأن هذا كلام كله موجود. بعد إذنكم، عهد الملك عبد الله كله عهد شفافية بأمانة شديدة. مستوى سقف الحوار، سقف الانتقاد موجود، وهذا برنامج جديد. نعم. على ذلك أحسنت. وهذا البرنامج شكرا لك. على ذلك الأمير نواف بن فيصل لما اتخذ قرار الاستقالة، هذا جزء من الشفافية. صحيح. يعني ما بعدها شفافية في هذا الموضوع. ويقول لكم يا جماعة أنا أخفقت، أتيح الفرصة لأحد غيري أن يعمل. ما كان هذا الكلام وارد. أتفق معك قبل العهد الحالي. أتفق معك. طيب فنرجع لموضوع الكلام اللي قاله الأستاذ أحمد. أنه أنا أقول لك نعم، هذا النظام الاتحاد، النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم له سنة ونص. كل ما تم الإعلان عنه في يوم 22 فبراير 2012 في اجتماع اتحاد القدم، آخر اجتماع رأسه الأمير نواف وبرنامجه اللي أعلنه، موجود من سنة ونص في النظام الأساسي. ولما نقول في النظام الأساسي من سنة ونص، يعني قبلها كمان سنة اللي هي فترة الإعداد وفترة اعتمادها من الاتحاد الدولي. باقي خطوة واحدة، قد يظهر واحد ويقول لي، ويمكن أحد الحضور ماني عارف سعادة المحامي، إنها غير معتمدة. هذه مسألة إجرائية أخرى لها تفصيل. أساسية. نعم معلي. أساسية مش إجرائية وأساسية. شايف كيف؟ معلي. أساسية. لكن في النهاية الاتحاد الدولي طال عمرك يعطي أبروفل فقط، موافقة. عندي ترجمة إنجليزية لها. معلي. أبروفل على. لكن في النهاية اتحادنا قائم. أبروفل على. اتحادنا قائم. عفوا شوف انت وتعمل. اتحاد قائم وحيمشي، هذا هو وحيستمر. نعم. ما في مشكله. احنا اليوم وصلنا الى ان لازم نطبق الانظمه واللوائح. نقدر ما نطبق الانظمه واللوائح ونمشي في حدود معقوله. نقدر نمشي الان بدأنا. احنا نتكلم ما دام الله رزقنا وجينا الوقت اللي تفضلت فيه وقلت الشفافيه والامور وكذا والاستقاله الجريئه من سمو الامير نواف. حلو، اذا عندنا لوائح نطبق. وخلينا اقول لك عشان تسهل الامور علينا. طيب. في المستقبل خلينا اقول لك عشان نبني المستقبل، خليها تكون يعني بدايه التصحيح تقصد. خلينا اقول لك كلمه مهمه. هذه الاجواء كلها الان، الأمير نواف استقال لا يعني أنه هو خارج الميدان. أكيد هو الأمير نواف هو الذي سيرعى كل العملية. صحيح. الانتخابية سواء في اتحاد القدم. الآن هو تحرر، قلت لك، من القيد الذي كان فيه، من هم هو المرجع القدم. الآن هو مرجع الأمير نواف كرئيس عام هو الآن. نعم. في أفضل موقع. صحيح. له أن يكون. أنا متأكد أنه الآن الأمير نواف يعيش أزهى وأجمل أيامه بقرار الاستقالة اللي اتخذه، وأنه لم يشعر أنه حر يغرد كما يشاء ويتحرك كما يشاء. وانا من الان اقول لك، وشوف خليكم شهود على هذا الكلام، ابتداء من سعادة المحامي الاستاذ احمد، مرورا بالاستاذ علي اللي كان شغال في اتحاد القدم، اليك انت كاعلامي شهير على مستوى العالم العربي كله والاخوه المشاهدين والمستمعين. سنرى من الامير نواف الان وقد تحرر من قيد اتحاد القدم ما لم نراه منه خلال عام، وما لم يره منه في 10 سنوات سبقت وهو نائب اتحاد قدم. جميل. اتحاد القدم حقيقه. كيف تقرا انت؟ هذه قراءتي انا. لماذا؟ نعم. تعتقد بأن الأمين نواف الآن تحرر من كل هذه الأمور، الهم والغم اللي في اتحاد القدم. ما في أحد يملك يا أخي. أنت تواجه نتيجة قرار في فوز أو خسارة. نعم. أنت تواجه 20 فهمت. مليون فهمت. كل نجاحاتك التي تعملها ممكن في لحظة أن تخسرها. تخسرها نتيجة هدف أو نعم، لكن هذا شوف، أنا انتبه، أنا ما أبرر أنه اتحاد القدم وقع في أخطاء وحتحدث عنها في هذا البرنامج. ما أبرر أنه في أشياء فاتت على الأمين نواف. أنا ترى لا أزايد على الأمير نواف لا دفاعا ولا اتهاما، لكن أسعى أن يكون في نقطة وسط موضوعية، أن يستقرأ الأحداث كما هي، لا مع ولا ضد. وهذا برنامج أني أحاول أكون موضوعي. ليس مع ولا ضد. نعم. لكن أنا أقول لك الآن، لكن الآن أنا أقرأ أنه من ما تتحدث به سيد محمد. نعم. أنه الأمير نواف الآن ممكن كما يسمى بال يعني هو الهف a piece of mind على ما قال، يكون عنده كذا يقدر يريلاكس، sit back and relax وادرس الوضع هناك كذا بدل ما تكون. بل اني اقول لك شوف، انت لو قرات اخر، واعتقد هذه جزئيه هامه جدا. نعم. اخر 3 شهور في عهد رئاسه اتحاد القدم لرايت مفاصل اساسيه لفكره اللي الان قاعد ينفذ. الانتخابات هذه واحده من عمليات التنفيذ اللي قاعد تصير. طيب. اللي حنراه الان نراه الان على مستوى اللجنه الاولمبيه، حنراه على المستوى الرئاسه العامه للشباب. طيب. على مستوى اتصالاته، على مستوى تفكيره حيختلف. انا اقول لك بنسبه لا تقل عن 100%. ترى حلقه ساعه ونص. ابغى اوقف معك برضه بس اباخذ على الفاصل. طيب. باخذ الفاصل بعدين برجع اشوف استاذ علي يقول غير معتمده لائحتنا من الفيلم.
اهلا وسهلا بكم من جديد، اسعد بصحبتكم عبر قناتكم خليجيه وعبر اثير روتانا اف ام بصحبتي الاساتذه الاستاذ محمد القدادي، الاستاذ علي حمدان، والاستاذ احمد الحميد ايضا المستشار القانوني. انا وقفت عندك علي تقول لي انه ما في اعتماد من لحتنا من الفيفا. طيب انا عشان بس باخذ وقت يمكن دقيقه دقيقتين عشان افصل في الموضوع. اولا طبعا بالنسبه للاتحادات الوطنيه هي اللي تؤسس لائحتها، تاخذ موافقه من الفيفا على ان اللائحه within في اطار الفيفا. في نعم في اطار الفيفا. نعم التفصيلات اللي جوا هذه ترجع للاتحادات الوطنيه، هذا رقم واحد. بعد ما تاخذ الابروفل من الفيفا، وهذا نظام وهذا شيء رسمي، يعني الاتحاد، انا عندي خطاب موجه للاتحاد المصري بنفس الصيغه يعني موجود. بعد ما تاخذ الابروفل موافقه، مش اعتماد، موافقه على انها سليمه، يجب ان تعرض على الجمعيه العموميه وتصادق المحليه نعم للاتحاد الوطني، وتصادق عليها الجمعيه العموميه. بمعنى ترسل نسخ من هذه اللائحه لكل اعضاء الجمعيه العموميه 63 اللي الان موجوده. طبعا انا لي ملاحظات كثيره على النظام الاساسي، لي ملاحظات كثيره، لكن خلينا نفترض انه كويس الان. ترسل نسخه من الاعضاء 63 ويشوفون ايش عندهم. لما تعقد الجمعيه بالتالي يتم المصادقه والاعتماد لهذا النظام، هذا واحد. حتى لو لهم ملاحظات، حتى يعدل اذا في ملاحظات يعدل ويجتمع مره ثانيه ويتم وضع التعديل، يعني اجتمعوا في ملاحظات. واضح. طيب النقطه الثانيه بالنسبه للانتخابات، انتخابات الاتحاد المحلي، المراجع الثلاثه لها ثلاثه مراجع. المرجع الاول الماده 17 18 للاتحاد الدولي، النظام الاساسي للاتحاد المحلي، القانون الانتخابي للاتحادات الوطنية القياسي اللي أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم في 2007 وملزم بكل بنوده لجميع الانتخابات التي تجرى في الاتحادات الوطنية. ملزم. ملزم نعم، ملزم في مادة بهذا الكلام. أوكي. هذه المراجع الثلاث. إحنا الآن عشان نكون شغلنا سليم، أنتم تقولون لي ممكن نمشي، ممكن اليوم الأستاذ أحمد عيد يجتمع مع بلاتر وممكن يأخذ منه مثلا موافقة على شيء معين within يعني في خلال النظام، ممكن. طبعا النظام إنه ثلاثة شهور تمدد لثلاثة شهور أخرى اللي هي عقد الجمعية العمومية، لكن مثلا كإدارة مؤقتة ممكن الأستاذ أحمد عيد اليوم يطلب من بلاتر يعطيه سنة، لأنه إحنا نحتاج سنة. ليش نحتاج سنة؟ نحتاج عقد جمعية حسب النظام واللائحة، نحتاج عقد جمعية عمومية للمصادقة على النظام الأساسي، وإذا كان كل الأعضاء موافقين نحتاج إلى جمعية عمومية أخرى، أوكي، وفق المادة 4.1 من النظام القياسي للانتخابات اللي تقول يتم انتخاب اللجنة اللي هي لجنة الانتخابات، لجنة الانتخابات من قبل الجمعية العمومية. لازم يجي أعضاء لجنة الانتخابات، أعضاء لجنة الانتخابات اللي أوريدي أسست الآن. نعم أسست. خلصنا منها وكلهم مستشارين قانونيين، هذا غلط. هذا خطأ كبير جدا. يجب أن يكون تنظيميين كرويين، فوتبولر. يجب أن يكونوا يعني يكونوا واحد مستشار قانوني، بالأحرى واحد شخص واحد حتى حاطه لك في آخر فقرة للتحقق من الهوية الوطنية للعضو أنه فلان ابن فلان. ذاتس إت. اوكي هذا دور القانوني في اللجنه بالضبط تقريبا اختلف ما في مشكله. انا بعطي دور القانوني اكبر من انا بعلمك اللائحه وش تقول. انا ما عندي مشكله. انا ودي الان اوريدي هم شكلوا اللجنه من 11 من 8 اعضاء وكلهم مستشارين قانونيين. حط اربعه يا اخي، وحط اربعه كرويين، وحط اربعه تنظيميين. انا ما ابغى الغي القانونيين، لكن دخول القانونيين بهذا العنف في كره القدم، اجل بكره بتقول الحكم اللي بيحكم المباراه يجب يكون عنده بكالوريوس قانون، واذا كان بيصير حكم دولي لازم يكون ماجستير قانون، لازم يعني هذا تو ماتش. الكره يعني الكره احنا يعني لازم نكون متطرفين لهذا الحد، لان صداره الدولان العالمين او القبر يعني يا ما يكون في قانونيين يا يكون كل الوضع قانوني. حط لي اربعه واربعه ما عندي مشكله، لكن تحط المجموعه كلها قانونيين اتس تو ماتش. طيب ملاحظة وجديرة بالوضع، صح؟ هذه يعني من أهم الملاحظات بالنسبة للجنة. اللجنة تشكل من قبل الجمعية العمومية صادق عليها. إذا عندي جمعية عمومية للمصادقة على النظام الأساسي، جمعية عمومية لاختيار أعضاء لجنة الانتخابات، وبالتالي الانتخابات لمن؟ انتخابات الاتحاد السعودي؟ انتخابات الاتحاد الوطني، التشكيل الاتحاد يعني اللجنة العامة للانتخابات. طيب بعدها بستة أشهر، وهذا حسب النظام مش من عندي. طيب بعدها بستة أشهر تعقد جمعية عمومية رقم 3 لإجراء الانتخابات. يا أستاذ علي، الجمعية العمومية كيف الآن حتقدر تشكلها أنت بال 63 عضو ولم تجرى الانتخابات؟ كيف؟ كيف انتخابات؟ انتخابات إيش؟ هي لا هم بدأوا بإجراء الانتخابات. ما يكفو مثل عندي ما يكفو، أنا عندي 63 عضو. هي موجودة طال عمرك. الآن اللقاء التشاوري هذا، اجتماع تشاوري اللي حصل، شايف كيف؟ لابد أنه يتم بناء عليه انتخابات. لا ما فيما يتعلق بالحكام، فيما يتعلق باللعيبة، فيما يتعلق بالإداريين، شايف كيف؟ أبا علمك
موجود التصنيف تعطيني لكن مين يرشح اللعيبه؟ كيف انا اختار فؤاد انور؟ يا سلام عليك. انتخابات اذا لابد في انتخابات في روابط لابد تجرى. يا سلام عليك. ايش روابط ايش فيها؟ لابد انها تتم تؤسس ويكون لها انتخابات. يا سلام عليك بارك الله فيك. الروابط زي ما تفضل هو الان وش اللي سووا؟ حطوا رابطه لاعبين، هذا مو صحيح. الروابط تنشا من انفسها، رابطه اللاعبين الهواه، رابطه نفس اللاعبين المحترفين يكونون رابطه، يضعون لها نظام اساسي ويتقدمون للاتحاد السعودي لكره القدم ويقولون نعم نحن رابطه المحترفين او رابطه الحكام او رابطه او كذا. بس دقيقه هيك، ونقدم للاتحاد السعودي يعرضها في الجمعيه العموميه، يعرض اللائحه هذه حقت الرابطه وتوافق عليها الجمعيه العموميه، اذا وافقت يكون لهم ممثل. خلينا ريحك. للاسف الان، بس دقيقه هيك، للاسف الان التمثيل، حتى التمثيل في 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 الجمعيه العموميه مثلا خمسه لهيئه الدوري المحترفين، ليش خمسه؟ واحد وان بيرسون يمثل وجهه نظري. معلي قاعد تنظم اساسي، هذه مرحله لاحقه بعد الانتخابات. انا بعد تشكيل الجمعيه العموميه خلينا نسمع ويغيروا في النظام. خلينا نسمع استاذ احمد، خلينا نسمع استاذ احمد. باذن الله ابغى بس اريحه باجابه فيما يتعلق بالروابط هذه، تفضل. من ناحيه النظام الاساسي لكره القدم، طبعا لما نشر في الاعلام واعتمد سابقا ومن ثم الغي بعد صدوره، طبعا كان رده الفعل محليه اكثر من دوليه من الفيفا، لانه كان هنالك الاتحاد الدولي اعطى الاتحاد المحلي صلاحيه في الحد الادنى والحد الاعلى للعقوبات والغرامات الماليه. هذه راوا بعض الرؤساء الانضباط لا, لا لا النظام نفسه الاساسي. النظام نفسه ما صار شيء، صار عليه الغاء. ما الغي بس ما اعتمد، ما نفذ، ما الغي، لا ما الغي، هو بروفل من فيفا اللي الغيت لائحه الانضباط. لائحه الانضباط الغيت. اي فكان اقول ردود الفعل اللي كانت على لائحه الانضباط، اللي جمدها من النواب بس كانت بسبه انه يعني خلي يقول العقوبات والغرامات كانت بالحد الادنى والحد الاعلى مرتفعة، وهذه بس يعني بسبه الصلاحيات اللي اعطيت للاتحاد المحلي. الان ما هي الاتحاد المحلي، لا بسبب الصلاحيات اللي اعطاها الامير نواف للجنه. الكلام اللي كنت ابغى اقوله عشان اريحك، ايوه اللجنه القانونيه، على رئيس اللجنه القانونيه اللي قاعد يضعنا في كل المآزق الاصليه والفرعيه. انا اقول لك حاجه، خلص بس انا بعدين حاتكلم. كلام كثير عن هذا الرجل. طيب. اي انا كنت بوصل انه يعني العقوبات لما قرت واخذت من الحد الادنى والحد الاعلى مع العقوبات كانت يعني تمثل كارثه بالنسبه للمجتمع السعودي وجديد عليه. هذا يعني ما لها هويه محليه، لكن نرجع لا لا لها هويه محليه وليس لها هويه دوليه. لا يوجد في العالم كله عقوبات ماليه وهذا الحجم. فكانت يعني شوف التوافق انه عدم وجود الهويه وعدم وجود التنسيق بين يعني الفكر الوطني والنظام المحلي مع نظام الاتحاد الفيفا، هذا اصدر هالاشكاليه اللي كانت. الان هذا اللوائح لما تعتمد حقت الجمعيه العموميه والانتخابات وتتوافق مع الاتحاد الدولي، ما اعتقد انه راح يكون فيها مشكله، لكن مشكلتنا مع الانظمه المحليه الموجوده، وهل لها تعارض معها ام لا؟ هذا صحيح. خليني تسمح لي اخذ بس هالتقرير. طيب اول استطلاع اعلامي بعدين ارجع، لاني حطول معك نقطه هذه. طيب تفضل. اخذ هذا الاستطلاع الاعلامي مع زميلي تركي. المحللين كثر يعني حقيقه، ما يعني لو ذكرت اسم يعني بالعكس يمكن اظلم اسماء كثيره. انا متاكد تماما يمكن يعني لن يقبل اي شخص بمثل المهمه هذه وحجم وضخامه المسؤوليه الا شخص قادر وصاحب خبره وتجربه. ما اقدر انا اختزلها في واحد او في اثنين او في ثلاثه، في كثير من اللي عملوا في المجال الرياضي وابدعوا من خلال الانديه او من خلال حتى المنتخبات في فترات سابقه. لا شك انه اي شخص يقع في هذا المكان فهو حيكون على عاتقه حمل كبير وعب كبير، وان شاء الله عز وجل انه ما يقع في هالمكان او يعني يجلس على هالكرسي الا رجل مؤهل ورجل موفق. كلنا ننتظر اللي هي الاليات لطريقه الانتخابات، هل تكون 75% مثل ما اقر من الفيفا ام تكون اعلى يعني 100%. يا اخي على ما يحدث الان من لغط ومن يعني رغبه في بعض الشخصيات، انا صراحه بديت يعني اتراجع عن كلمه انتخابات كامله. ليس بالضروره ان تكون انتخابات 100%، وليس بالضروره انه الجمعيه العموميه، من الممكن ان الجمعيه العموميه مثلا الا توافق على الاسماء المرشحه. قبل ان تقدم على اي عمل لاتحاد كره القدم يجب ان تضع في حسابك ان لا بد من جمعيه عموميه تتكون من 63 شخص كما ينص الفيفا. 63 شخص تتوافق مع ظروفنا، أندية ممتازة، أندية درجة أولى، أندية درجة ثانية، وأندية
أو الأندية الريفية أو الأندية الدرجة الثالثة بصفة عامة. أنا أشوف أن آلية الانتخابات حتى الآن غير واضحة. أنت لا تعرف الآن هل الانتخابات بتكون 75%؟ وأنا أشدد هنا وأقولها بكل صراحة، 75% هذه مخالفة لنظام الاتحاد الدولي، حتى لو اتفقوا من خلف الكواليس أنها تكون 75%، هذا مخالف لنظام الاتحاد الدولي، وأتمنى أن الاتحاد الدولي يراقب هذه الانتخابات حتى تكون 100%. لا نضع قوانين نلبسها على المرشح الذي نحن نختاره أو الذي ربما تتم التوصية باختياره من قبل جهات مؤثرة أو جهات معينة. لابد أن يكون في استقلالية لاتحاد كرة القدم لكي نعرف نحاسبه، وهذه الاستقلالية لن تأتي إلا بانتخابات واضحة نزيهة. هذا إذن استطلاع الزملاء في وسطنا الإعلامي، زملاء لهم مكانتهم في صحفهم وفي مراكزهم، يتحدثون عن الكثير ما يتعلق بالانتخابات، الشفافية المطلوبة، النسب المتوقعة، ما يمكن أن يدار خلف الكواليس. بل هناك من زملاء من رأى أنه بدأ يتراجع ولا يرى بأن هناك انتخابات. هذا هو الوضع كما يصور في وسطنا الرياضي. أتحدث عن النسب واعتماد النسب 25-75%، كل هذه النقاط أستاذ علي، بس بعد ما أشوف أستاذ محمد وإحنا توقفنا عند نسبة أنه ربما القانونيين اللي كنا نسعى أن يكونوا يعني يعطونا الحلول المنتظرة والصيغة الواضحة اللي من الممكن أن تبعد أي جدل في اللوائح، لكن أصبحوا ربما هم العائق الأكبر في هذه النقطة. لا هو شوف الأستاذ علي عنده رأي جميل، يقول نحتاج قانونيين وتنظيميين كرويين. أنا أقول أنه لا بأس من موضوع القانونيين، ولكن بشرط، وهذا الشرط للأسف لما يتوفر من الجولة الأولى، وهذا أنا أعتبره خطأ استراتيجي ومفصل أساسي في كل الزوبعة اللي أثيرت على اتحاد كرة القدم خلال الأربع سنوات الماضية أو الخمس سنوات الماضية، أنه اختيرت شخصية قانونية بحتة ليس لديها علاقة بالرياضة لا من قريب ولا من بعيد. كل رأس ماله أنه يمكن دخل ملعب واحتمال ما دخل، أنه مر في شارع في نادي واحتمال ما مر، شايف كيف؟ أكثر من كذا ما فيه. وهو بلسانه الدكتور ماجد قاروب اعترف قبل أقل من سنة، يمكن خلال 7 شهور أو 8 شهور، عبر برنامج الدليل القاطع مع الأستاذ بدر الفرهود، أنه الرياضية السعودية، نعم، في الرياضية السعودية، أنه ليس له علاقة بالرياضة، وأنه ظل يتعلم وأنه لا زال يتعلم، وهذه مشكلة. أنا بأمانة شديدة خليني بس أقفز على اجتماع التشاور اللي حصل، شعرت بأسى شديد وألم يعتصر قلبي، بل إني أقول أن هذه الشخصية التي أكون لها كل احترام ماجد قاروب كشخص، لكن أفرق بين عن ماجد قاروب كشخص وبين ماجد قاروب رئيس اللجنة القانونية في اتحاد كرة القدم، أنه دخل في اتجاه ما له علاقة فيه. لحظه، انه لما خليك اكمل عشان ما يكون بس في اسقاطات على شخص ما في اسقاطات، رجل محترم جدا حتى في علمه وفي علمه انسان محترم. انا احكي من جانب الرياضه كزميل مهنه هو او اي احد ثاني، انا اشتغلت مع الرجل حقيقه، رجل محترم جدا، اترك محترم، كلنا محترمين، ورجل متمكن من علمه بس مش الرياضه. لا لا شوفني، ليس شرط يعني انك تكون انه هذا يلعب كره قدم، لا 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 لا، انه يجيبه خليه يصير، لا لا، مين قال الرجل؟ صدقني شوف، الرجل اجتهد كله، هذا صحيح، صدقني العوائق ليست قانونية فقط، العوائق زي ما قال أستاذ علي، في عوائق تنظيمية، في عوائق بيروقراطية، في عوائق قانونية نفسها ما لا يمكن يحلها رجل قانوني. احنا الان لما دخلنا هذا الاستوديو هنا بالمناسبة نتلمس طريقنا، ما احنا عارفين كيف ندخل، ليه؟ صدقني، لكن لو جيت انا بعد كذا 3 مرات ولا 4 مرات اعرف طريقي فين. شوف الأستاذ علي لما دخل الاستوديو أمامنا قال قدامك نزلة ونزلتين وثلاثة وحتله في يمين وحتله في يسار، لأنه سبق حضر هذا المكان. الآن بعد أربع خمس سنوات لا زال خبرة ما كافية؟ لا زال هل تؤيد يجيب واحد غير سعودي نحطه في لا المكان؟ ليش غير سعودي؟ من طب أوكي، ملايين القانونيين السعوديين، هل في قانوني مارس كرة القدم واشتغلها؟ يا سيدي ليس شرط أن تلعب كرة القدم، ولكنك تعيش أجواء كرة القدم، وليس هذا مطلب من فيفا. نعم، شايف مين قال لك كرة القدم لأهل كرة القدم؟ إيه، فأنا أقول الآن 5 سنوات أو 4 سنوات. شو خبرة جيدة أخي العزيز، في فرق بين صاحب الموهبة، يعني لو افترضنا إنه واحد يبغى يغني، أنت ممكن تغني، أنا ممكن أغني، سليمان ممكن يغني، علي مثلاً، شايف كيف؟ لكن هل أنت صاحب موهبة؟ أنت ممكن تطبخ، أنا ممكن أطبخ، أي أحد ممكن يطبخ، هل نحن طباخين؟
نملك على قولتهم النفس المهارة. في فرق بين أنك تؤدي وفي فرق بين أنك تملك في وجدانك وأحاسيسك وخبرتك واضح وعلمك. واضح. فكان عندنا قانونيين لهم خلفية كاملة عن الرياضة تشربوها سواء باللعب أو بدون اللعب أو بالمعايشة أو بالعمل في أجواءها، شايف كيف؟ ما توفر. الدكتور ماجد إنسان محترم وأبوه إنسان فاضل، كان وكيل وزارة التجارة ثم في مجلس الشورى، أسرة محترمة ما عليها غبار، شايف كيف؟ لكن احنا بنحكي في مجال التخصص. مجال التخصص دكتور ماجد ما كان يملكه. زائد في عقبة قلت لك أنا ألمتني في الاجتماع الأخير، ليه؟ لأنه المعطيات ما هي في يده، فتلاقيه دائما حذر، شايف كيف؟ لما جاء مذيع إحدى القنوات الفضائية وسألوا سؤال فني بحت يتعلق بالاجتماعات، وأنتم كتبتوا في تقريركم هنا لماذا تأخرت الاجتماعات 48 ساعة، غضب وتحدث معه بلغة أنا ما قبلتها كمشاهد وأنا أتفرج عليه. شعرت أنه أهانني أنا كمشاهد، مش أهان القناة ولا أهان المذيع. هذه إشكاليات أساسية لازم نعترف فيها. تعال جانب آخر، انسحاب أبو عبد العزيز عبد الرحمن دهام، يعني لماذا انسحب؟ لابد، هذا منصب في غاية الأهمية. إذا ما استطعت أن تقنع الشارع الآن، شوف الشارع السعودي كله الآن ناسى مسألة استقالة الأمير نواف، لا يفكر حاليا في موضوع أحمد عيد. الآن الكل الشخصية اللي في البرواز هو الدكتور ماجد قاروب. أين تواصله مع الإعلام ككل والإعلام الرياضي؟ كيف تعامله مع فئات الإعلامية؟ هل هو يملك كل المفردات؟ بالمناسبة احنا من خلال برنامج الملف الأحمر حاولنا التواصل مع الدكتور ماجد قاروب وطلبنا في مداخلة هاتفية ولكنه اعتذر. يا رجل الحلقة الثانية الأستاذ عبد الرحمن دهام الله يمسيه بالخير جميعا طلبنا بمداخلة هاتفية واعتذر حتى نكون يعني مهنيا أعطينا الموضوع حقه. طيب أنا حقول لك ليش الاثنين اعتذروا. عبد الرحمن دهام هذا مذهبه منذ أن ترك المقعد الرسمي له في اتحاد كرة القدم، وهو يشكر لأنه يرى أنه يملك أسرار كثيرة ومعطيات كثيرة، ولا يرى ويرى نفسه خارج المسرح، خلاص انتهى دوره، تحدث بما يكفي طوال 30 سنة وهو في منصبه. الدكتور ماجد قاروق ذكرتني الآن بواحدة من الوقائع، لما وعد، وهذه مشكلة في مسألة الوعد، وظهر في برنامج الدليل القاطع أنه الحلقة الأولى اشترط ألا يكون فيها مداخلات وأنه الحلقة الثانية سيظهر، ولم يظهر وترك طيب. الشارع الرياضي معلق. بس ما شأن هذا بكل هذا؟ شأن هذا كله أنا أبغى أقول أيوة. يعني بس خليني أجاوب على سؤاله الله يبارك فيك، شايف كيف؟ وبعدين الحديث لك. شأن هذا يا سيدي أنه الدكتور ماجد قاروب الآن قاعد يعطي غموض أكثر للوضع الرياضي الملتهب المحتقن. قاعد إيه؟ يزيد غموض. يزيد غموض. غموض طيب. للساحة الرياضية. الكل الآن يبحث عن إجابات، أقل ما فيها يبحث عن ثقافة رياضية قانونية. إذا إحنا ما استغلينا الوضع القانوني طيب. الحالي والرياضي وثقافنا المجتمع هذا كله بكل شرائحه، ممكن تلاقي واحد يحمل درجة الدكتوراه لكن في الجانب القانوني ثقافته ضعيفة. صحيح. يحتاج إلى تعزيز وإلى طيب. تذكير. أنا قبل ما أطلع عن الوقت ثواني بس اسمح لي أقول لك، أنا شوف انتقادي للدكتور ماجد قاروب كزميل يعني أنا لعمله اي انا من ناحيه العمل يعمل في المجال الرياضي في المجال الرياضي انا ابغى منه شيئين بس بغض النظر عن اي شيء. اول شيء يجب ان يعمل حسابه انه هناك انظمه محليه يجب ان تؤخذ بالاعتبار، وثاني نقطه انه يتيح الفرصه للقانونيين الموجودين في البلد يطلب منهم اكثر من كذا قانونيين. لا لا لا, لا خليه يكمل عشان نروح. لا بس مو يطلب عشان كلهم يصيروا معتمدين وكلهم يصيروا المشوره النقاش معهم ما فيها شيء. يا اخي ما ينفع قانون لوحده كذا يا استاذ، لابد ان يكون ناس لهم خبره في المجال الرياضي. انا ابغى قانوني له علاقه بالرياضه. ما كثر ربي في هالبلد الا القانونيين، لكن وين واحد منهم مختص بالرياضه؟ طيب ما في له علاقه بالرياضه ما في نهائيا. طيب عشان بطلع بالتقرير وقربت مع الزملاء لو سئلت لو طل يعني ما هي النسب؟ لا برجع للنسب. حدثنا عن 25% برجع للنسب. برجع انا اقول لو بغينا نمشي بشكل صحيح كان بودي ان يكون الاستاذ عبد الرحمن الدهام هو رئيس لجنه الانتخابات. هذا كان إجراء سليم 100%. شخص كان أمين عام للاتحاد فوق 20 سنة، لديه الخبرة، لديه النظرة، لديه المعرفة، يعني كان صراحة ممكن يكون الشخص المناسب المكان المناسب لأنه طيب. رياضي وكروي وكان أمين الاتحاد طيب. وملم بالقانون إلى درجة غير عادية وعشرين سنة. نرجع رجل إجرائي. أنا لاحظت وسائل المعترضين على تعيين الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة من المعترضين الإعلام بشكل عام
لانه ما احسن التعامل معهم. هناك غموض شخصيه لازم ما في خبره عشان يأيدون. يعني ايش تتوقع انت؟ سؤال حلو، سؤال حلو. ما له علاقه، بس خليني اعطيك النسب. هل ارضخ للاعلام عشان يأيدني؟ لا يا اخي، الكلام على الخبره. شوف ترى بالمناسبه، ترى احنا القانونيين احنا ما نصل لدرجه القضاء ولا نزاهه القضاء يعني كوضعه في العالم كله، ولكن احنا نبتعد عن الاعلام لما يكون في منصب رسمي. صدقني يعني لو كان احمد المحميد مثلا الان موجود في لجنه انضباط او لجنه اخلاقيات او غير، ما توجدتني لا هنا ولا هنا ولا تكلمت نهائيا بالاعلام، لان المتطلب العملي يطلب منك كذا. فانتم التمسوا العذر لاخيكم يعني صراحه. ما قلنا شيء فيه، هو طيب. ما قال ابو سطام، ما قال شيء فيه ابو سطام. شوف انا لم اتعرض للعامل الوقت ذاته، عامل الوقت تعرضت لخبرته ولتعامله فقط. عامل الوقت يا استاذ سلمان والاخوه الموجودين معنا، للاسف يدور كلام الحين في الاعلام دائما اسمعه، الاتحاد الدولي اعطانا نسبه 25% 75% انتخابات، هذا كلام غير صحيح. الماده 17 في النظام الاساسي الاتحاد الدولي فقرة 2 المادة 17 تقول أنه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إما منتخبين وإما معينين، يقبل انتخاب كامل أو تعيين كامل أو نص نص أو ثلاث أرباع. ترك الباب مفتوح، ممكن تعينهم بالكامل، ممكن تنتخبهم بالكامل. الإجراء السليم أن يكون عبر الجمعية العمومية، وهذا نفسه في النظام السعودي. نجي في الجمعية العمومية في والله السعودي. أحمد عيد رئيس الاتحاد وفلان نائب الرئيس صوتون صوتوا، إذا صوت لهم ما في مشكلة، انتهى الموضوع. القضية يعني مش لازم يعني لاحظت أن الناس قاعدين يقولون كلام، هذه أمامكم المادة 17 النظام الأساسي للاتحاد الدولي موجودة هنا. زميل علي، هو روج لنا، معليش روج لنا في الوسط الرياضي إلى أنه هناك محاولات جادة من الدكتور صالح بن ناصر الله يمسيه بالخير، كان يتابعنا، أنه بيجيب هذا كلام قبل طبعا الإجراءات الأخيرة اللي تمت أو الأحداث الأخيرة، إلى أنه الدكتور صالح أتى بموافقة الفيفا لأنه يكون نظام التعيين 25% ونظام الانتخاب 25%. تسمح لي كنسب وتناسب هكذا روج في الوسط. تسمح لي أقرأ لك المادة 17 النسخة الأخيرة للاتحاد الدولي 2011. المادة 17 أمينبرز بودي، كلام علي وكلام الزملاء، أمينبرز بودي shall be either elected or appointed in that association. أمينبر status shall provide for procedure that guarantees the complete independence of the election or appointment. طيب القصد انه اترجمها يا سلام عليك بارك الله. الترجمه انه لابد ان يكون جميع الاعضاء موجودين في الجمعيه العموميه، سواء كان بالانتخاب او بالتعيين، ما في، ويتم هذا كله من خلال اجراء سليم عن طريق وموافقه الجمعيه العموميه. طيب الحين لما الاتحاد يجي ويحدد 75 او 50% 50% او 75 25 يعني هذا اجراء داخلي، عشان كذا انا ليش اعترضت؟ بعض الزملاء الاعلاميين طلعوا قبل شوي وتكلموا انه الاتحاد الدولي يلزمنا 100% وانه السنه الجايه 75 وان انا قلت لك انه روج لنا، يعني هذا اللي صار في الوسط. روج لنا مشكله بضاعتنا لدرجه ان صدقنا. هذا ما روج عندنا مشكله انه لا احد يقرا ومشعل لدرجه ان صدقنا. انا اقول لك الاتحاد الدولي واضح النظام اللي تحكي عنه موجود هنا في اللائحه السعوديه بالضبط، لكن مشكلتنا الدائمه ان لا احد يقرا، ما حد يقرا اللوائح، هذا الكلام. واذا قرانا لا نفهم، نسينا. لا نفهم بس ما وإذا نفهم. وايضا اتجاه اخر ان قرانا كمان لا نفهم، لكن ننسى ايضا اكثر، ممكن ما ننفذ وما نلتزم. لذلك التزمنا بمعطيات وبعض متطلبات الاتحاد الاسيوي، تمرر بعض متطلبات الاتحاد الاسيوي لاسباب يعني مجهوله اضطرينا لها وطبقناها غصب، لان كان في لجنه تزور. صحيح، لو الاتحاد الدولي يرسل مندوبه. طبعا بالمناسبه بالنسبه للانتخابات ايضا الاتحاد الدولي في ضمن المواد اللي قالها في القانون القياسي انه قد يقوم بزيارة مفاجئة للتأكد من صلاحية إجراءات الانتخابات. يعني هذا كل شيء في الجمعية العمومية، سواء كل شيء في الجمعية العمومية، سواء كان انتخاب أو تعيين، يجب موافقة أو الروابط أو تعيين الروابط أو الموافقة بمباركة من الجمعية العمومية. علشان كذا تعديل النظام الأساسي، تعديل كل شيء في الجمعية العمومية، عمر 75 سنة تبغى تحطه 65 سنة. أباخذ أنا صلاحيات الجمعية العمومية. بس إضافة أخيرة على كلمة كانت قبل فاصل سابق، إنه إحنا الآن يجب أن نستحث الخطى تحت أي صيغة وبأي وعبر أي جسر يؤدي فينا وصولا إلى الجمعية العمومية. يجب أن نصل، بس مش في شهرين، مش لا أنا أتوقع مش ذي الكلام اللي قاعدين نسمع الآن. أنا قراءتي إنه قعدنا فترة طويلة وجايين في شهرين نبغى نسوي جمعية عمومية، نسوي انتخابات، نسوي في شهرين. أنا قراءتي عندنا 5 شهور فرصة كافية نستطيع خلالها. أعبر إلى كلام قطعوا عليه الأستاذ أحمد قبل شوية، وهو فيما يتعلق لماذا قد نتأخر لا سمح الله وقد نستطيع أن نصل في التوقيت الصحيح. والحديث متعلق بالدكتور ماجد قاروب. نعم.
انه ترى ما هو محور حلقتنا لا لا ما هو بس احنا قاعدين نحكي يعني في قضايا ارجو ان لا تعطى الامور اكثر انه الاجتماع مشكله ايوه لجنه الانتخابات الان احمد عيد خارج الموضوع على فكره صحيح احمد عيد ليس انا على هذا البرنامج احب ان احيي الاستاذ احمد عيد والاستاذ نويسر لكن احمد محمد نويسر لكن بالذات احمد عيد اللي كان اول من بادر هو كان رئيس لجنه انتخابيه نعم هو كان رئيس لجنه انتخابيه لما تولى رئاسه اتحاد القدم قدم استقالته وهذا ياتي في حديثك الابتدائي اللي بدات فيه موضوع الشفافيه طبعا بس دقيقه عند الفقره هذه في ماده هنا ملزمه ايه؟ تقول رئيس لجنه الانتخابات إن رئيس لجنه الانتخابات ايه؟ يجب ان لا يكون موجود عضوا في الجمعيه العموميه لا 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 لا, لا وهذه وضحها استاذ ماجد قال الاتحادات يعني في الاتحاد في رجال الاتحاد لكن هو من حسن ذاته انه بادر الى هذه المبادره كان ممكن يقول والله انا بقرار سابق وانا مؤقت محمد ليش اخذ انا ما بدينا حلقه إيه؟ وانت تتحدث عن الاشخاص بحسن ذات وبكذا ليش ما هو قانون عندك هو يطبق لا 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 نظام نظام احنا مشكلتنا طوال السنوات الماضيه في العالم العربي كله مش بس في الخليج على سبيل المثال او حتى السعوديه او حتى داخل مؤسسه ايا كانت مشكلتنا لا نطبق القانون نبحث عن استثناءات ولا خليني اخذ انت قلت قبل شوي ما نقرا خلينا ناخذ في النقطه الاساسيه اباخر الجمعيه العموميه وش مالها وما عليها معلي قبل ما تاخذ المحور وقفل اللقاء التشاوري في نقطة أساسية أخرتنا واحتمال حتأخرنا أكثر إنه لما بدأوا وقعوا في خطأ غير مسألة 48 ساعة إنه لو وزعوا ورقة عمل غاب المجتمعون لأنه ما يعرفوا ليش حيجتمعوا وإيش أسباب الاجتماع كان وقت قصير جدا كان 48 ساعة معلي 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 يعني المبرر ما خلق حجز أنت الآن لم تحقق أي نتيجة أصلا صحيح وحتحتاج تعقد اجتماع آخر لأنه الجماعة طلبوا مهلة أنا قلت في قناة إحدى القنوات الأخرى إذا طبقنا الأنظمة واللوائح نحتاج سنة ونص ليكون عندنا جمعية عمومية صحيحة لو اشتغلنا بالشكل الصحيح نعم سنة ودرسنا خطواتنا سنة ونص أنا أقول لك خلال أقل من 6 شهور حنستطيع ننجز البرنامج لكن الآن الاجتماع الماضي هذا كأنه لم يعقد الآن الجماعة اللي حضروا 16 كانوا لم يعقد بالضبط بالضبط الآن 16 وش النتائج؟ عادوا إلى السطر الأول قالوا أعطونا فرصة حتى ندرس إيه؟ ما عرضتوه علينا اليوم صحيح. احنا الان كاننا لسه حنبدا نشوف متى الاجتماع القادم موعده الحقيقه سنبدا من الاجتماع القادم احنا اليوم ولهذا انا من الان من هذا البرنامج بعطيك اطالب احنا اليوم كملنا شهر معلي. من 29 فبراير اليوم خليني بس عشان الاجتماع القادم استاذ علي باقي شهرين بس خليني اقفل المحور عشان ينطلق لنقطته انا اطالب عشان الاجتماع القادم الثاني التشاور اللي حيصير انه يعيدوا مخاطبة الناس اللي ما حضروا ويزودوهم بالأشياء اللي حيحتاجوهم منها من الآن حتى يكون إيه عندهم وقت يدرسوها الناحية الأساسية اللي وقع فيها رئيس اللجنة الانتخابية إنه جمع الكل الإداري والحكام بينما كل واحد كان يحتاج إلى تشكيل رابطة خاصة جلسة الحالة نعم رابطة الوحدة حتى أفهمك هذا خلل فني هذا طبعا ما هنا نرجع لكلام الأستاذ أحمد لما يدافع عن الدكتور ماجد قارون لو كان يملك الخبرة لما وقع في هذا الخلل الفني شايف كيف؟ كان عنده حلول بديله، انا اؤمن تماما بالحلول البديله. ابو سطام خليني اكمل بس عشان اكمل فكرتي وبعدين خذ كلامك. انا ونص قبل الفاصل احب واعشق الحلول البديله. جميل جدا. انا اؤمن انه ليس دائما تتوفر حلول اصيله. من ضمن الحلول البديله اني اعقش اني عفوا اعقش أعقد. اني اعقد خمس ورش عمل داخل احدى الفنادق او مقر الاتحاد او اللجنه الاولمبيه والرئاسه، هذول اللعيبه، هذول الحكام، هذول الاداريين، هذول مش عارف مين، نعم. المدربين وفي نفس الوقت الخبراء متواجدين معاهم وفي نفس اليوم او بعدها بيوم طبعا من ضمن الخلل الفني انه لو حاطوهم علما كان كل واحد جاوا مع اوراقه واستعد وقدم هي وجهه دعوات خرجوا فعلا من نفس الاجتماع بقل من 48 ساعه نعم كان خرجوا من نفس الاجتماع بنتائج حقيقيه او على الاقل انتقلوا للسلم الثاني الان يا ابو زيد ما غزيت ما كانك ما غزيت لا عذر انا شوف انا اختلف معك تماما يعني وجهه نظرك انتقادك يعني من زاويتك صحيح لكن من زاويتي انا فضل. انا اقول كويس انه جمعهم سوا كلهم في البدايه ليه جمعتهم انا اقول لك سوا هذا شكل عام ومن ثم نبدا بالتخصص يا اخي لا نملك الوقت هذا جميل الحين يقولوا ما قلنا الا ثلاث اسابيع شهر يا اخي انا ابغى اتكلم انا الى متى ابغى انا ابغى اضع رئيس اتحاد القدم وابغى انتهي من اسمع ابو سطر تفضل فرصه انا ترى اقل واحد تكلم اليوم كله عشان يضيف عليكم وانا ابغى يعني عزيز وغالي الله يخليك فاقول لك شهر تتكلم عن انتخابات تراك تتكلم عن شيء عظيم شيء يمس البلد من جميع اطرافه جميع كياناته جميع الدرجات لا يمس الرياضيين واعيام الرياضيين لوحده اجراءات الانتخابات وتعقيداتها وطعونها وتشكيل اللجان الانتخابيه والفرز والاقتراع والبطاقات ترى شيء غير سهل يعني شيء غير يعني سهل يعتبر يجب ان ياخذ وقته ياخذ وقت فاصل ثم اعود اوقف عندك احمد غير سهل كل هذه الانتخابات بعد الفاصل
اهلا وسهلا بكم، اسعد بصحبتكم من جديد بالملف الاحمر عبر قناتكم خليجيه وعبر اثير ايضا اذاعه روتانا اف ام، وبصحبه الاساتذه الاستاذ محمد قدادي والاستاذ علي حمدان وايضا الاستاذ احمد الحميد المستشار القانوني. كنت توقفت عند الاستاذ احمد قبل اطلع ب الجمعيه العموميه، صلاحيات الجمعيه العموميه او لجنه العموميه، لكن توقفت عند، اذا تحب تكمل جزئيه اي بس عنها. الجزئيه هذا يقول انه عمل الانتخابات ليس عمل سهل، ولا البيرسوناليتي حقت الناس ترى مختلفه. الانسان لما يكون تحت ضغط عمل رهيب يحتاج الى انه الجميع يدعمه والجميع يقف معه. بالمناسبه بالمناسبه احنا لاول مره يعني تجرى انتخابات رياضية في البلد، فيفترض كان أنا كنت كما أتمنى أبو مشعل أن تكون الانتخابات هذه موجودة يعني في اتحادات أخرى مثل اتحاد التايكوندو، الجمباز، الطائرة، ليه مباشرة على كرة القدم؟ ليه التجربة الأولى تكون في كرة القدم؟ فيعني لو كان لدينا تجربة سابقة كان عرفنا أخطائنا وعرفنا وش نسوي وجدولة الموضوع. الآن أمام تجربة جديدة وأمام يعني عمل أمة، نحب المفاجآت ما نحب نقول. طيب خلينا ناخذ صلاحيات لجنه اذا سمحتوا لي، ولان تجربه جديده كان واجب الحرص، ما ضيع اجتماع علينا بلاش ونحن الوقت عندنا ضيق جدا. لا بد تكون خطواتك مدروسه. خليني اخذ الصلاحيات، صلاحيات اللجنه العموميه الجمعيه العموميه اللي حنتحدث عنها حتى يكون الحديث اكثر شموليه وتركيز في هذه النقطه تحديدا فيما تبقى من وقت. اوكي ما هي صلاحيات اللجنة العمومية؟ إصدار أو تعديل الأنظمة واللوائح التي تحكم تطبيق الأنظمة، تعيين 5 أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع، انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتعيين المراقبين، اعتماد القوائم المالية والميزانية وتعيين محاسب قانوني، اعتماد تقرير نشاط الرئيس، تحديد اشتراكات الأعضاء، قبول أو تعميق أحد أعضاء الجمعية أو طرده، إجازة القرارات بطلب أحد الأعضاء وفقا للنظام. هذه صلاحيات اللجنة العمومية اللي ممكن أو الجمعية العمومية اللي ممكن يعني هي من يقرر كل شيء، هي باختصار من يدير كل شيء من خلال هذه الهيئة التشريعية. الآن أي مطالبات بتغيير أي شيء يتعلق بالنظام يجب أن تتم من خلال الجمعية العمومية. نعم، ولهذا أنا أقول لا نهدر الوقت، سكرها الجمعية العمومية. نعم، بأسرع وقت حتى لو باستثناءات. ولهذا أنا أعول على الأستاذ أحمد عيد أنه في الاجتماع القادم مع السيد بلاتر يستطيع أن يحصل على استثناءات نحن في أمس الحاجة لها. ما نستطيع بأمانة يا أخواني أنه نطبق كل ما يتعلق بالنظام. لا لا، فيما يتعلق بالنظام حتى بالنظام شايف الوقت، الوقت أنا أقول لك أنا أراهن أنه في أقل من 6 شهور حنستطيع إذا توفرت النية ما تقدر والعزم. النظام يقول بعد 6 شهور النظام موجود. ستة إذا خلاص 6 شهور. لا لا، ما هذا من الاستثناءات اللي بنعملها. اي اوكي انت استاذ محمد، إذا سمحت لي هذه سعد علي الانتخابات القادمة الجمعية العمومية أعضائها 63 نصفها نعم. تقريبا محدد من ال 14 نعم ممثل الانديه ممثل الانديه ممتازه 16 درجه الاولى 30 صحيح. يعني تقريبا موجودين لا عندنا 46 طبعا حتى هذه طال عمرك عليها ملاحظه. بمعنى بعطيك مثال بسيط، 6 من 20 وش ليش ولا 10 من 103 انا اقول انا اقول لك ليش انتخابات هنا كان مشكل هناك لجنة عفوا نسبه تناسب انا اقول لك ليش. طيب هنا 6 لا من 20 تناسب. لا لا 6 من 20 كم انا اقول لك ليش. ليش تفضل طيب. لانه ما يبغوا اصوات الدرجه الثانيه والثالثه وهي اغلبيه ساحقه تغلب تضرب الدرجه الممتازه. اي صحيح هذه نقطه صحيحه. انا عارف الكلام، انا اتكلم عن الاليه. ليش 10 من 103 وليش 6 من 20؟ اذا في اعتراض على هالمساله ليش يا استاذ علي؟ يعني مثلا يعني دوري درجه ثانيه في انتخابات يطلع منهم 6 خلاص، وش الاليه؟ لازم تشرح ما هذا الان اللي الجماعه قاعدين يعطونه. كان هناك فيه. حسب معلوماتي إيه؟ حسب معلومات انه اساسا هذا الامر شغال عليه الاستاذ احمد عيد. هو ليش استقال الاستاذ من الاساتذه؟ لان هو كان ماسك هذا الملف في الاساس وكان مطالب الاستاذ احمد عيد ان يحضر ممتاز البقيه اللي الانتخابات على مستوى درجه ثانيه مستوى درجه ثالثه. وايضا انا اعرف انهم الان بيجيبون 10، انا اقول ليش 10؟ وش هذا الاعتراض الجمعيه العموميه القادمه؟ لا في فرق بعد ان تشكل. التمثيل قليل، 10 من 103 قليل. لا ما هو ما هو ما هو قليل، 10 من 103 ما هو قليل على حسب مكانتهم. تخيل انا اعطيك رايي، لو كان عددهم 20
أصوات الدوري الممتاز حتضيع. أوكي شوف التأثير بيد مين علي؟ التأثير بيد مين علي؟ الشغل الصح اتحاد دولي 153 نادي كل واحد ممثل، هذا الشغل الصح. طيب علي علي معناته هذا الشغل الصح إذا صار هذا الصح إذا معناته لازم نغير ميزان الأصوات، ما يكون انت يا درجه ثالثه تملك صوت وانا درجه ممتازه املك صوت. المنضويه تحت لواء الاتحاد يجب ان يكون لها صوت في الاتحاد. طيب هذا النظام. كلام جميل كلام جميل علي علي، لكن خيارات متعدده، لكن من خلال ما تم في الفتره الماضيه في الانتخابات من وصل للاتحاد السعودي لكره القدم اكيد كانوا من اكثريه، وكل من وصل تقريبا من الانديه الصغيره من الانديه الصغيره. نعم. بالتالي كان القرار ليس قوي جدا حسب تأثير أندية، وأنت أمين عام نادي كبير أيضا وأكيد أنك على علم هذا الموضوع. شوف الخطوة اللي تحكي عنها، خلينا أخذ خلينا أقول لك عشان نصل لها نحتاج بالضبط، احسب معايا بالتوقيت 8 سنوات حتى نصل إلى حالة النضج، وأنه مندوب الدرجة الثالثة هذا يكون في مستوى مرحلة النضج. نعم نعم. فعندنا مسألة النضج مهمة جدا، طبعا مش إنقاص حق الجماعة، لا يبغى لها وقت، يبغى لها ممارسة. أحسنت، يبغى لها وقت تمارس العملية الانتخابية. طيب تشكيل مجلس الإدارة قبل تشكيل مجلس الإدارة، إذا سمحتوا لي بس آخذه متطلبات ثم أعود مرة ثانية عن الأستاذ أحمد. تشكيل مجلس الإدارة أيضا من خلال هذه الجمعية العمومية أساسا. تشكيل مجلس الإدارة يتكون من 17 عضوا، رئيس ونائب، والمدة 4 سنوات. يتم انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة بواسطة الجمعية العمومية. يجب أن لا يتجاوز عمر أعضاء مجلس الإدارة 75 عاما ولا يقل عن 25، ولم يسبق أن حكم عليهم في قضية جنائية أو أخلاقية ولديهم مؤهل. أما الرئيس فيجب أن لا يقل عمره عن 30 عاما، وله خبرة لا تقل عن 10 سنوات في العمل الرياضي، وله المناصب المحلية والعربية والعالمية، ويتقن اللغة الإنجليزية. يجب أن ترسل أسماء المرشحين إلى الأمين العام للاتحاد، ويجب أن تمرر القائمة الرسمية للمرشحين الأعضاء مع جدول أعمال الجمعية التي يتم فيها انتخاب مجلس الإدارة. هذا إذن تشكيل مجلس الإدارة، واللي يتم أيضا من خلال الجمعية العمومية، اللي يجب أن نفهمها تدرجا. يعني أول شيء الجمعية العمومية، ومن ثم مجلس الإدارة، وبعد ذلك رئيس مجلس الإدارة. نعم. تفضل سيد أحمد. بالمناسبة عشان نكون بالصورة بس وتوضيح بعض الأمور لا تخفى على الجميع، ولكن أقول أنه مثل بعض الاشتراطات، الاتحاد الدولي ترك مساحة للاتحاد المحلي أنه يضع لو حد أدنى وحد أعلى، مثل تحديد العمر من 25 إلى 75، هذا الاتحاد المحلي هو اللي يضع هذه الشروط. حكاية 75 سنة، أنا من وجهة نظري أعتقد أنه مبالغ فيها، يعني سابقا أنه 75 سنة أعتقد أنه مبالغ في الحمر، يعني كان لو كان إلى 60 مثل دول العالم، أو إلى 65 أو إلى 70 مثل بقية الدول العربية. سن التقاعد المتعارف عليه 60 سن التقاعد، لكن 75 أنا أعتقد أنها يعني علامة استفهام عليها. هذه نقطة. النقطة الثانية يا جماعة الخير، الانتخابات ما راح تكون سلسة وماشية، راح الانتخابات راح تواجه حتى تشكيلات الإدارة راح تواجه سلبيات وصعوبات غير يعني لا ما تتخيل. يعني الناس من سابق الانتخابات يعني اسألوا، خلينا نستفيد من تجربة مجالس البلدية، نستفيد من مجالس الصحفيين، من وزارة التجارة، سلبيات، هنالك تكتلات، هنالك حملات، هنالك بيروقراطية. طيب هذا شيء طبيعي كله، مش خطأ التكتلات، لا خطأ، سلبيه تعتبر. لا لا، هذا في كل دول العالم، عشان كذا لازم نقطع عليه لما تكون شفافيه. انا لما يكون عندك نفوذ اجي ادعمك، يعني لا غير النفوذ. شوف انت دخلت الحين على سكه ثانيه، النفوذ شيء والتكتلات شيء اخر. انا شوف النفوذ، لان عندك نفوذ بيصير لك تكتلات. لا لا شوف تجربه، يعني عمليه تجربه الانتخاب الاخيره بس بكمل هذه عشان ما تروح. احد اعضاء الدرجه الثانيه فاز باغلبيه الاصوات، وهو ما عنده لا نفوذ ولا عنده مال ولا عنده حاجه، لكن قدرته على الاتصال والتواصل خلته يفوز على الكل. ممتاز. إذا كان فكره بيطبق على الواقع ولديه القدرة. نعم. وانطبقت عليه الشروط، إحنا ما عندنا مشكلة. لكن أقول حتى تشكيلة مجلس الإدارة والجمعية العمومية كذلك راح تجد صعوبات كثيرة عديدة، أبرزها لاحظوا يا جماعة الخير، ترى لما يطبق هذا النظام الانتخابات في الدول المتقدمة كرويا، الأندية هناك عندهم أندية قطاع خاص تعتبر. الآن عندنا هنا أندية حكومية، وترى هذه معضلة. يعني كيف تطبق بعض القرارات وبعض موارد الاستثمار والمالية خاصة والدخول والدخل، وهي مرتبطة مع وزارة المالية الميزانية، وحال وزارتها هي في القطاع ولا تعملها كقطاع خاص. هذه الإشكاليات إذا لم تحل من الآن راح يكون هناك إشكاليات كبيرة وإشكاليات قانونية يصعب حلها في حين. هذا دور الأمير نواف بن فيصل كرئيس اللجنة الأولمبية
كرئيس عام رعاية الشباب بالتعاون مع الأستاذ أحمد عيد رئيس اتحاد القدم بالتعاون مع الجامعة العمومية. هنا يأتي هذا الحراك اللي تفضلت حضرتك فيه، لكن هذه خطوة ما بعد. أنا أشوف إذا حطيناها ما بعد أنا أعتقد أنه بيواجهون مشاكل كثيرة. لابد يواجهوها. أي أنا هو المشاكل موجودة راح تكون، لكن أنا أقول من الآن نبدأ العمل على أنه مثل هالقرارات يعني من اختصاص مجلس الإدارة. خلينا ننتقل خطوة أخرى، أنه أنا أقول ودعني أراهن على هذه المسألة، إذا وفق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار الأستاذ أحمد عيد صاحب الخبرة الدولية، وأركز على المسألة الدولية والخبرة الإدارية ولو علاقات مع مختلف شرائح المجتمع السعودي وأسيويا وعالميا ودوليا وأفريقيا وفي أي مكان، أنا ما أقول أنه يملك عصا سحرية، لكن أقول أنه يستطيع بنسبة عالية ومعقولة جدا ومرضية بدعم الأمير نواب بن فيصل أن يحقق نجاحات متقدمة في هذا المجال على مستوى الاتحاد كرة. نعم الرجل يملك يا رجل دورة الصداقة. خليني أخذ صلاحيات مجلس الإدارة مع الأمير عبد الله فيصل. هو الذي يقود كل التفاصيل. خليني أخذ صلاحيات مجلس الإدارة. ما هي الصلاحيات المتاحة لمجلس الإدارة؟ صلاحيات مجلس الإدارة: إجازة كافة القرارات في جميع الحالات التي لا تقع ضمن نطاق مسؤولية الجمعية، تعيين رؤساء نواب وأعضاء اللجان الدائمة وأعضاء الهيئات القضائية، يحق تشكيل لجان خاصة إذا دعت الضرورة، وضع اللوائح لتنظيم أعمال اللجان، يحق تعيين أو فصل الأمين العام، تعيين المدربين والأجهزة الفنية للمنتخبات، يحق لمجلس الإدارة فصل أو إسقاط عضوية أي شخص في الاتحاد مؤقتاً حتى انعقاد الجمعية. هذه إذن أيضا صلاحيات مجلس الإدارة، تشكيل مجلس الإدارة، صلاحيات مجلس الإدارة، كل ذلك بيد مرة أخرى الجمعية العمومية. حتى الشروط اللي وضعت الآن من قبل وما تحدثوا عنها 75 سنة ولا 60 سنة، أو أيضا الرئيس إدارة الاتحاد أن يكون 10 سنوات وما ذاك الأمور، كل هذا يجب أن يقرر من الجمعية العمومية. ممكن أن ترفض وتعدل وتنظم، عشان كذا يجب أن نسرع موضوع الجمعية العمومية ولا يحدث فيها تأخير، وأن لا مانع من الاستثناءات وصولا إلى هذه النتيجة. ماذا تقصد بالاستثناءات؟ أنه في عندنا عوائق، يعني مثلا ممكن يعني بالتعيين ولا كيف يعني؟ مثلا زي الروابط اللعيبة والجماعة هذول نخليهم المرة هذه. مو لازم ترى، مو لازم، مو لازم، ممكن أعينهم، مو لازم حتى ما أعينهم. اليوم أنا أكتفي فقط بممثلي الأندية. اليوم الدورة الأولى للانتخابات ما يمنع. نعم أكتفي أنا أقول عندي مجموعة حلول، أنا عندي أتكلم القانون. طيب. أنا أكتفي اليوم بممثلي الأندية. الروابط على بال ما تتشكل على مدى 4 سنوات في الاجتماع في ما هي الأندية؟ قصدك ال 14 و16 يعني 30 عضو، 10 والدرجة الثالثة اللي هي 16 و 30 و 16 و 14 يحضرون ال 46 هذولا ويكونون يمثلون الجمعية العمومية في الدورة الحالية على أنه في ال4 سنوات القادمة يتم تشكيل الروابط تشكيلا سليما وفق أنظمة ولوائح تحكم نظامها وتوافق عليها الجمعية العمومية، وبالتالي في الجمعية القادمة بعد 4 سنوات انتخابات جديدة يتم التعامل معها. لا مش من الممكن التعامل كذا، يعني مو لازم في أعضاء جمعية 63 عضو. لا مش لازم، ليس أبدا. عندك خيارات متعددة قانونيين، ما هو لازم، ما عندك أبدا. شوف في شوي نرجع لأول سطر، اول سطر ايش قال لي؟ حد لحظه استاذ محمد، في حد ايش؟ في حد ادنى وحد اعلى لانعقاد الجمعيه العموميه. نعم. لا هذا العدد، هذا الحضور كيف العدد؟ هذا الحضور، انا اتكلم عن العدد تشكيل. الان انت تحضر 46 العدد تشكيلها موضوع اخر مختلف. بوضح لك يمكن الان طال عمرك اذا كان 63 عشان تنعقد لازم 28 اوكي، هذا موضوع ثاني مختلف. لا لا انا فاهم الموضوع ده يا جماعه الخير. 46 اللي هم ممثلين 63 لا لا 46 احنا قلنا الان عشان نرتاح من موضوع الروابط. نعم. عشان ما نخفش تشاوري. نعم. وعشان ما نخفش تشاوري اخر نخلص من الموضوع كله. طيب. نؤجل موضوع الروابط للانتخابات القادمه بعد 4 سنوات، واليوم نركز على ممثل الانديه. نعم. اللي هم تقريبا حسب عندك هيئة دور محترفين، عندك 5 ما في مشكلة حيتعينوا فورة مباشرة، ما في مشكلة. شايف كيف؟ ما في مشكلة. عندك 3 من اللجنة الأولمبية حيتعينوا مباشرة، والثلاثة الخبراء ما في مشكلة. فعندك يعني حنصل الى 55 ما في مشكلة. طيب بس انا لساخ في 55 اعتقد ما في مشكلة، عدد ممتاز. لكن انا ايش اقول؟ انا مؤيدك نخلي هذا خط ادنى اللي تحكي عنه بالضبط. لا نخلي حد ادنى، لا هذا الكلام، لكن في حد ادنى وفي حد داعي، ما عليه حد ادنى. لكن ايش ابغى اقول؟ احنا نحاول انه نشكل الروابط هذه. اذا سارت الامور بشكل انسيابي اهلا وسهلا، اللي يتشكل يتشكل واللي ما يتشكل
نؤجل الانتخابات القادمه بعد 4 سنوات على سبيل المثال. عشان كذا يا استاذ محمد انا اقول لك احنا مشكلتنا قعدنا نايمين سنوات طويله. معليش. اليوم نبغى نسوي كل شيء، نبغى نسوي الروابط، نبغى نسوي الجمعيه العموميه، نبغى نسوي الاستدامه. اتفق معك علي، اتفق معك يعني مو لا في نقطه بعد كمان ما شوي عشان أيوه. نقدر نمشي. في عائق كبير. لكن ليش انا اقول لك احنا نعينهم هالمره؟ لانه النظام يعطينا. النظام ما في مشكله، ما في مشكله. واما انتخاب. انتخاب. فالمجال مفتوح، ليش نضيق واسع؟ طيب. في طبعا لما نتكلم نظام الاتحاد الدولي على فكره مظبوط الاتحاد الدولي ولكن نظامنا ايضا تعامل في الاخير استاذ محمد في الاخير استاذ محمد لازم نوضح نقطه يجب ان تتم العمليه الانتخابيه وفقا للوائح الاتحاد الدولي ما هي ذكر اما تعيين واما وفقا وفقا لهذا القانون ولم يحدد وفقا لهذا القانون بالضبط طيب لكن هذه لا يكون علينا عقوبات من الاتحاد لا 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 ما في على قضيتك جميل جدا لو في اخطاء اجرائيه او اداريه طيب انا احب اقول هذا الفارق الوحيد خلينا ناخذ هذا على الجماعه لازم ينتبهوا له ابى اشوف يوضحوا طريقه السير ايش انا هعمل كذا كذا خارطه الطريق ابو سطار نعمل خارطه الطريق نحتاج الى خارطه لو تلاحظون احمد ابوقف عندك وبرجع لك بس خلينا نشوف الوسط الرياضي او شارعنا الرياضي نعم كاميرا البرنامج مع زميلي تركي نزلت الوسط الرياضي الشارع الرياضي كيف يرى هذا الأمر تطلعاته آماله وكل ما يمكن أن يدور في هذا الشارع مع كاميرا الملف الأحمر يعني أنا أتمنى يعني اللجنة اللي تشكل أن يكون تطوير في الاتحاد السعودي يعني بعد النكسة الأخيرة للمنتخب يعني خلال 3 سنين أو 4 سنين أنا أتمنى يعني إنه يعني يكون في تطوير يعني لجنة المنتخبات يعني يكون الناس واعية يعني تقريبا أنا أشوفها من عندي إن أقرب واحد اللي هو عبد الله بن مساعد لأنه ما يحمل فكر تطوير بما كان في تدخل إعلامي من الإعلاميين ما يكون في تشويش وأتوقع المرشحين يعني في فيهم الخير يعني أنا والله من رأيي إنها تكون منصفة وأنا ما تتدخل فيها الإعلام والصحافة والنوادي بشكل عام والجماهير إنه ما يكون فيها تأثير وأن تكون ينتخبون الرجل الأنسب وأنا عن نفسي أرشح الأمير عبد الله بن مساعد لأن أشوفه هو الأكفأ الرياضة السعودية وعنده ما شاء الله تبارك العقلية مناسبة جدا أنه يطور الاتحاد الكرة بشكل كبير أنا ما كان ودي إن الأمير نواف يعني يستقيل أو يبتعد عن المنصب هذا كان يعني أحس إنه لسه هو صغير وأحس عنده طموح بس الإعلام ما يخلي أحد في حاله وإن شاء الله أنها تكون خيرة إن شاء الله الرئيس العام رعاية الشباب أو المرشح لازم يكون له سلطة قوية في أو نفوذ في الاتحاد السعودي أقول لك ليش يعني مثلا لو جاك واحد ثاني ما عنده أي سلطة راح يكون زي كبش فداء للإخفاقات اللي قاعدة تصير يعني لازم يكون اسم قوي لازم يكون له سابقة في الرياضة السعودية لازم يكون له عنده خبرة لازم يكون إنسان فاهم ممكن أنه يمسك زمام الأمور ويقود الرياضة السعودية لبر الأمان يعني شكرا للزملاء اذا الشارع الرياضي تطلعات الشارع الرياضي التوقعات وتاملاته كانت من خلال هذا التقرير مع زملائي يعني دائما احنا نقول انه جمهورنا اصبح اكثر وعي له نظرته اصبحت والله المعلومه عنده يعني بالنت تجي المعلومه يتابع ما عاد احد يسوف عليه ما عاد احد يمرر عليه ما يشاء انتهى الموضوع لان في قاعده كافيه ولا هو جالس في البيت يجيب لك اللائحة الرئيسية يجيب لك البنود يجيب لك وش صار في الفيفا وش ما صار في الفيفا ما عاد أحد يحتاج خبرة إنه يقعد ينظر علينا ويقول والله ترى لازم نعتمد هناك ولازم نجيب من هناك ولازم 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 أهلا بكم من جديد أعود معكم على قناتكم خليجية وأيضا عبر إثير روتانا إف إم وقعت عندك أحمد في وجهة نظر قانونية بحتة أو ربما أسمع إلى علي في بعض النقاط تفضل أحمد إيه طبعا إحنا نتكلم عن بعض السلبيات دائما خلنا نعطي شوية إيجابية الإعلام الرياضي لما تحدث عن الانتخابات وتحدث عن النظام الأساسي وتحدث عن لوائح الانضباط التي ألغت وتحدث ترى الإعلام الرياضي أنقذ الكرة السعودية من كوارث عديدة الإعلام الرياضي ساهم بأن تبقى صورة الاتحاد السعودي لكرة القدم أمام الاتحاد الدولي نظيفة طبعا الاحتجاجات اللي صارت بالإعلام والتصحيح اللي صار ساهم بأن المملكة العربية السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم ما يتلقى ذيك الانتقادات اللي تتلقتها الاتحادات المجاورة لنا وهذه ترى يعني تحسب للاتحاد السعودي وللعمل اللي قايمين فيه ابتداء من سمو الرئيس العام الى الاعلام الرياضي رغم الاشكاليات اللي حاصله فيه رغم الاختلاف احيانا رغم الاسقاطات اللي تحدث احيانا الا انه يبقى فيه شيء ايجابي هذه السلبيات اللي ناقش الاتحاد الدولي مع الاتحادات المجاوره وتذكرون ايش صار في الكويت
اذا كان ما يحدث بس يختلف طال عمرك. معليش معليش الكويت لا شوف الكويت تطبق اللوائح والانظمه جميل كي. ولذلك احنا شوف احنا اليوم وهذا الكلام لازم نقوله بكل صراحه اليوم الاتحاد السعودي لكره القدم انا حتى طالبت في لقاء سابق انه الامير نواف اتمنى ان يبقى رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم لمده 4 سنوات حتى تنضبط العمليه الجمعيه العموميه وعمليه الانتخابات. اليوم الاتحاد السعودي لكره القدم لن يكون كالسابق. انا بكره لو صار مشكله في الاتحاد حتوصل الاتحاد الدولي. احنا اول مثلا كانديه وكروابط وكلجان وكذا تقديرنا واحترامنا لسمو الامير نواف لا يجعل احد يحتج ولا يجعل احد يعترض. ايضا وجود الامير نواف كشخصيه علي بس التقدير والاحترام لا يلغي الشفافيه. معلش طال عمرك بس لا برضو ايضا انا وجود الامير نواف كشخصيه لها تقدير واحترام في الاتحاد الدولي لكره القدم ولها تقدير واحترام في المجتمع الرياضي السعودي سوف يضمن انه هذه العوده الى اللوائح بشكل سليم تطبيق الجمعيه العموميه طيب. تنفيذ الجمعيه العموميه تنفيذ لمده 4 سنوات ومن ثم ممكن. اما اليوم اذا صار في خطا مثلا الناس حتشتكي ممكن طيب. تعلق قضيه الاتحاد اللي حصل في الكويت وش طال عمرك انه لما يصير اخطاء الناس تخاطب الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي عندما تخاطبه وهذه النقطه المهمه الاتحاد الدولي ما يتدخل. شوف انا بقول لك ما يتدخل ويخليك تسوي اللي تبي تسويه ويزود ونقص في حدود المعقول عموما انا عندي لكن عندما يتدخل لكن عندما يتدخل يتدخل بقوه. عندي تعليقين على النقطه حقتك طيب يعني يظل من باب سدده وقاربه. لكن اول حاجه انا اقول لك احنا نقول كلمه يظل الامير نواف الان متواجد اكثر كمرجعيه للكل. لا انا كرئيس عام وجهه نظري كرئيس الاتحاد السعودي لكره القدم ل4 سنوات قادمه لا كرئيس عام الاتحاد السعودي معلش علي انا احترم وجهه نظرك كرئيس عام الاتحاد السعودي خليني ابدا بما يعني بما ذكر الاستاذ محمد بان كل الحرج يكون في عنده بينما الان كرئيس عام هو من يحتوي الكل من خلال هذه المنظومه. بس ما اقدر ادري كل شيء ابو مشعل في انا اقول لك وانا اعرف كيف اقرا بين السطور في سيره الامير نواف بصفتي مؤرخ مش قانوني الان معاكم انه اسعد اللحظات كانت الامير نواف عندما قدم استقالته من رئاسه اتحاد القدم هذا صحيح طيب. اثنين وهو الاهم طيب من تعليقه على الكلمه اللي انت قلتها انه تمنيت لو كان 4 سنوات انا اسمح لي هنا عبر برنامجك هذا الملف الاحمر اني اتقدم باقتراح ارجو من الرياضيين ان يقبلوه وهو ان نفعل احدى مواد هذا النظام وهي ما يتعلق بموضوع الرئيس الفخري. نستطيع ان يظل الامير نواف بن فيصل معانا عبر الجمعية العمومية كرئيس فخري للجمعية العمومية. كلامك حلو وهذه كلام مبدأ حلو. وطرح أنا أتشرف أني أطرحه ما في مشكلة وأدعو جميع الرياضيين بل أدعو الأستاذ أحمد عيد الرئيس القادم الأساسي مش المكلف لاتحاد كرة القدم أن يبادر هو وأعضاء مجلس إدارته إلى أن يوجهوا الدعوة رغم أن الأمير نواف رئيس الرئيس اللجنة الأولمبية بس حتى يكون معانا صمام أمان صحيح. الأستاذ أحمد عيد حيحتاجه صحيح. وزي ما تفضلت انت الرياضيين حيحتاجوه نعم صحيح ويظل قريب الامير نواف رغم انه انا اعرف انه ما حيقبل يمكن هل تعتقدون ان الامير نواف بهذه الخطوات اصبح بعيدا عنا؟ لا ما هو بعيد لكن انا ابغى لا كواجهه لا انا اسمع ان لا انتم الان تستجدون الخطوات الاجرائيه وكاننا نفقد الامير نواف لا ابو مشعل ابو مشعل الرياضه وخاصه مع الخطوات الجديده اللي حاصل الان ومع الانتخابات والجمعيه العموميه ومجلس الاداره بحاجه الى رجل بهيبه الامير نواف بشخصيته بعلاقاته رئيس العام لرعاية الشباب رئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية مفصولة متواجد حيكون هيئة مستقلة لاتحاد كرة القدم مستقل. هو بعيد وهو لن يضع أصابعه هو لكن يظل هو المرجع أنا أتحدث عن المرجع معلي هو يؤمن بالصلاحية وثق على يعني قراءة التاريخية لهذا الرجل أليس مرجع مرجع اتحاد القدم أليس مرجع بهذا الوضع عفوا أليس مرجع الأمير نواف كرئيس عام لرعاية الشباب أليس مرجع كل الاتحادات لا 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 سابقا نعم لكن الآن لا كرئيس اللجنة الأولمبية أليس مرجع لكل الاتحادات كل اتحاد عنده صلاحية رئيس اللجنة الأولمبية اتحاد القدم مرجعه الجمعية العمومية الاتحاد الدولي لكرة القدم هذا جديد هذا جديد الآن ترى بالمناسبة هذا النظام من متى أبعد من هذا كلام علي صحيح هذا النظام من متى احنا أبعد من كذا انه كاتحاد كره قدم طيب في النهايه بما فيها الجمعيه العموميه طيب اذا واجه مشكله الى من يعود؟ أوكي الى رئيس اللجنه الاولمبيه السعوديه اللي هو الامين نواف ولهذا انا قدمت المقترح الان طيب ان يكون من خلال برنامجك هذا وهذه نقطه مهمه خضراء تسجلها في تاريخك في الملف الاحمر هذا شوف نقطه خضراء في الملف الاحمر في الملف الاحمر لكل محبي الامير نواف وانا اعرف قد يكون هذا الامر ما يناسبه قلت لك انا ما اعرفه شخصيا بشكل مباشر لكني اعرف سلوكه من خلال تاريخه اللي شغال عليه من خلال قراراته انه
يا أستاذ أحمد عيد، إذا استطعت أنت وأعضاء مجلس إدارتك أن ترفعوا الجمعية العمومية مقترح أن يكون سمو الأمير نواف بن فيصل هو الرئيس الفخري لها والاتحاد القدم، فهذا أنا أعتقد حيكون إنجاز. أنت يا أستاذ أحمد عيد أول واحد حتستفيد من هذا، زي ما قال الأستاذ علي قبل شوية في مشاكل لابد هو من خلال تواجده معك في الجمعية يضع بصماته عليها، يحلها، يفكها، يربطها. عنده من الصلاحيات والنفوذ والقوة والمال ما يجعله أصعب مشكلة يعني بصراحة. أنا قطعت وسيظل هذا الشيء وسيظل هذا الشيء. أنا قطعت عليه لما ما بقى معي إلا 10 دقائق أو 7 دقائق. تفضل أنا بس قطعت عليه لما كان يتكلم عن الاتحادات المجاورة. كنت تتحدث عن الاتحاد المجاور ما ندخل بالديتيلز حق الكويت انه الاتحاد الدولي لما يتدخل 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 بقوه وبقوه جميل جدا. احنا ما نبغى نوصل والحمد لله حتى الان انا من خلال طلاعي بحث في الاونه الاخيره وجدت انه يعني وجد ملاحظات على عده دول عربيه ودول افريقيه واسيويه يعني والحمد لله نحن السعوديه كانت من الاقل اخطاء. هذا ترى شيء يحسب سمو الامير نواف انه لا شك. عشان كذا انا قلت لك انه يعينه من خلال الفصل الثالث في نظام الجمعية العمومية هذا نظام المادة 18 نظام الأساسي. نعم نظام الأساسي. أنا أقول لك الاتحاد الدولي لما جبت لك موضوع التدخل، الاتحاد المصري لكرة القدم كان عنده اجتماع الأسبوع الماضي، طبعا هذا موجود على موقع الاتحاد المصري يعني ما هو سر شيء معلن يعني، فأرسل الاتحاد الدولي خطاب يطالب فيه بعقد الجمعية العمومية. قال الاتحاد الدولي عقد الجمعية العمومية جرى داخلي عندك، احنا فقط أرسلنا نسخة من النظام الأساسي نسوي لها أبروفل موافقة لكي تعتمدونها في الجمعية العمومية. وفي الأخير بس من ضمن الأشياء الحقيقة قد يؤخر تنفيذ تلك اللائحة، بالإضافة إلى ذلك نرجو موافاتنا بخارطة طريق تنظيمية والتي تؤدي إلى اعتماد سليم لتلك اللائحة. هذا اللي أقصده أنا. أقصد إحنا اليوم أحمد عيد لما يسمع جوزيف بلاتر يفترض يكون عنده خارطة الطريق صراحة رود ما عنده شوف يفترض عنده خارطة الطريق. أنا ما أدري عنده، أنت تدري أنا ما أدري، أحكي لك عن مشروع هو مطلع على كل شيء. أنا ما أدري في الملف الأحمر يؤكد أن الأستاذ محمد قداد مطلع على الكثير من الأمور والخبايا. أنا ما أدري. أنا أستقرأ. شوف لا تسوي شيء على لسان الاستاذ. لا انا طيب. تقول عنده طيب. انا ما ادري انت تقول عنده بس خلي بس اكمل لك فقره بالنسبه للروابط اللي انا ذكرتها قبل شوي يمكن بعض الاخوان طيب. دقيقتين بس الروابط فقط الاتحاد الاماراتي لكره القدم مثال على ذلك وضع روابط في اللائحه ووقف تنفيذها حتى يتم تشكيل هذه الروابط لانها في الاساس يجب ان تشكل خارج الاتحاد وتقدم بي 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 بلائحه ونظام اساسي لها ويوافق عليها في الجمعيه العموميه. عشان كذا انا اقول لكم في جمعيه العموميه ما في مشكله. أنا بس دقيقه ونص بقى طيب. عندي بس تعليق على كلمتك. انا ماني مطلع لكني انا تخصص تاريخ. القاعده الاساسيه في التاريخ انه الماضي مفتاح الحاضر. شخصيه الاستاذ احمد عيد حاليا او الامير نواف سابقا لما اقراها قراءه ثم تحليل استنبط منها يعني نكون معاه طيب. ماذا لديه؟ خليني أقول لك إيش ممكن يعمل الأستاذ أحمد عيد حتى الناس اللي يشككوا في جدارته ما حد شكك ما حد شكك احتمال يعني يمكن في ملف آخر. أنا بقول لك لما نفتح ملف أحمد عيد إحنا كنادي النصر من المؤيدين تماما. جميل جدا. أقول لك نقطة الآن النقطة الثانية السعودية النقطة الثانية وصول الأستاذ أحمد عيد إلى رئاسة الاتحاد وصول طبيعي ومثالي في كرة القدم. هذا ما يبحث عن الاتحاد الدولي لكرة القدم كما وصول بلاتيني هو الحالة المثالية الاتحاد الأوروبي. وصول احمد عيد لاعب سابق حارس كابتن منتخب له علاقة النادي الاهلي نادي المنتخب رئيس النادي عضو مجلس اداره بعدين رئيس النادي الاهلي عضو مجلس اداره الاتحاد وصول مثالي وجميل والواحد يفرح صراحه دون شك. بمثل طيب. هذه الشخصيات بالمناسبه يعني ترى بالمناسبه انظمه الاتحاد الدولي الفيفا لما يطالب بها الاتحادات القاريه والمحليه ان تطبقها بحذافيرها ترى ليست سيف مسلط بالعكس هي لها من المرونه معين. هي لا معينه ولها من المرونه ولها من يعني من الاسلوب وخليني اقول لك بكلمه محليه ذربة جدا تقدر تكيفها وتطبقها بسهولة بس لا نأخذها بتصنج وبتشنج وبتعصب وبعدم فهم. إذا أخذناها بالنظرة الإيجابية صدق بنرتقي برياضتنا. وإضافة على كلمة أستاذ علي أنا أحيي رؤساء الأندية الممتازة أعطيك الفرصة أعطوا الأمير نواف بن فيصل أعطيك الفرصة ترشيح أستاذ أحمد عيد أعطيك الفرصة أستاذ محمد ووقف خلف ما ذكرت الآن في الختام ممكن توضح لو سمحت لكن الأخوة في الإعداد أيضا صوروا لنا اللجان بما فيهم كل اللجان من الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع كنا نتحدث عن اللجان وعن كل ما يتعلق باللجان صوروها بأسلوب فني نتابع كما يرونها من خلال هذا الكليب. من جوا علي من
كلمة ولو جبر خاطر، ولا سلام من بعيد ولا رسالة يا هاجر يدس على البريد. سألنا عنك يا المحبوب وينك، ترى المحبوب تذكرها الحبايب، ترى المحبوب تذكرها الحبايب. أنا صبري تعلمته قبل أولد بتسع شهور، تعلمته وأنا نطفة ورثته من صبر جدي. ساعات ساعات احس ان الزمن قاسي قاسي، ولا يمكن يلين. وساعات ساعات احس ان الفرح هو حال لا يمكن يحين. سكة طويلة والبرار قفار، والدار تشكي من جفا الزوار، سكة طويلة. ناديت والليل جاوبني وبكاني، ما حد سمعني سوى ليل النزاع دمعي. ابعادك لمرادكم دايم دايم سلمي، ما أقول غير الله. الله يكون يبعون كل العاشقين. هكذا صورت اللجان بعملها من خلال الوصف العذب بطريقة الزملاء. الله يكون بعون كل الرياضيين وهم ينتظرون هذه اللجنة، أو حتى ينتظرون رسالة ولو جبر خاطر من هذه اللجنة، أو من زمان أنت وينك من هذه اللجنة. كل الواقع صورة من خلال هذا الكليب. وصلت إلى آخر المشوار. في النهاية أشكر المستشار القانوني الأستاذ أحمد محيميد. شكرا لك أستاذ أحمد. شكرا أبو مشعل تحت الفرصة، وإن شاء الله نكون قدمنا شيء ما يرضي يعني ويساهم في رفعة هذا البلد. ايضا زميلي الاستاذ علي حمدان امير عام نادي نصر، وايضا امانه الاتحاد السعودي سابقا. شكرا لك استاذ علي. شكرا، واشكر الساده المشاهدين المستمعين والاخوان الموجودين. وارجع واكرر بس نقطه اخيره، ارجو ان نقرا اللوائح ونطبقها. ايضا الرئيس التحليلي جلاله الاتجاهات وخبير قانوني والمؤرخ الرياضي الاستاذ محمد قداد. شكرا استاذ محمد. شكرا لكم، وانا سعيد انكم معاكم. بس اضافه معلومه في رقم واحد، انه اتحاد الأمير نواف اللي استمر لمدة عام تقريبا، لو بس في الأربع شهور الأخيرة حوالي 15 منجز. شكرا لك. شكرا لك. سجلوا على لسان أو انسبوا الأستاذ أحمد محمد قداد رئيس الاتحاد المقبل هو الأستاذ أحمد عيد. وأيضا من الملف الأحمر أنا نائب الرئيس وكمل على ما ذكره هو الأستاذ محمد النويصر. شكرا لكم. الملف الأحمر انتخابات. إلى اللقاء.